السلام عليكم. دلوقتي إن شاء الله هنكمل في الجزء السادس، كيفية عرض الرسائل والتحكم فيها وإضافة المنطق لها. أنا عندي موديول اسمه Display Messages. الموديول ده فيه صب اسمه Display Messages، وفي اتنين متغير أو متغيرين، واحد اسمه STR اختصار لكلمة String Response، يعني الاستجابة. ده أنا معرفه على إنه String، يعني هكتب فيه نصوص. وفي الكرنسي برايس اللي انا معرفه على انه عمله. انا ممكن عشان استخدم المسج بوكس ببساطه جدا، طبعا دي كلنا عارفينها يعني، بس ايه اهو كده للتذكره، مسج بوكس، وبعد كده بحط دبل كوت علامتين تنصيص وابدا اكتب المسج بتاعتي، وليكن مثلا برايس از 15 دولار بالشكل ده. لما اضغط F5 قال لي الرسالة بتاعتي برايس از 15 دولار. طيب جميل جدا. طبعا ممكن نخلي علامة الدولار في الاول، مش مشكلة يعني، او ايا يعني يكون في الاول في الاخر مش مهم. طيب دي نوع من انواع الرسائل. هل في انواع تانية من الرسائل؟ انا ممكن استخدم الاس تي ار ريسبونس والكرنسي برايس. يعني بدل ما انا بقول له البرايس از 15 وتبقى ثابته، لا ده انا هغيرها، هقول له الكرنسي برايس المتغير بتاعي الكرنسي برايس بيساوي 15 دولار. طيب ازاي ادمج المتغير في الرساله؟ كل ما عليا ان انا ايه بحذف ال 15 دولار وهخلي علامه الدولار في الاول، بعد كده بقول له and و طبعا انا عندي هنا ايه، انا عندي هنا الكوتيشن بتاعتي and وكوتيشن، وبقول له ايه currency price، وبعد كده بحط علامه الاند والدبل كوتيشن، ممكن احط كمان نقطه ودبل كوتيشن ثانيه. طيب ايه معنى الكلام ده؟ وانا ليه حطيت الدبل كوتيشن دي كلها؟ اول حاجه عندي الدبل كوتيشن الاولى وهقفل بيها كده، انا فتحت دبل كوتيشن وقفلت بدبل كوتيشن، وعلشان اضيف المتغير اللي في النص ده فتحت تو دبل كوتيشن وعلامتين اند وحطيت المتغير في النص. ببساطه جدا اضغط F5 قال لي 15 دولار. طب نغيرها عشان نشوف هتتغير معايا ولا لا، نخليها 16. F5 قال لي 16 دولار. طيب ممتاز جدا. هل ينفع اضيف عنوان للرساله وزراير عشان بحيث ان يديني اوكي يس اور نو اور كانسل وهكذا، وازاي اتحكم فيها؟ بالفعل ينفع اضيف الكلام ده. طيب ازاي؟ ببساطه هقول له مثلا الاس تي ار ريسبونس بيساوي، طبعا انا المفروض اخليها قبل الرساله اهو، str response، بس لازم افتح قوس. هقول له هنا يساوي، افتح قوس امتى؟ افتح قوس بعد المسج بوكس بهذا الشكل. الاحظ ظهر لي التب او الملاحظه او التركيب بتاع داله المسج بوكس او التعبير مسج بوكس، البرومت والبطن والتايتل والهيلب فايل والكونتكست والكلام ده كله. انا هستخدم بس التايتل والمسج بوكس ستايل. تعال نشوف. طبعا ده نص الرسالة زي ما هو، احنا ما اختلفناش فيه. بعد كده لما اعمل كومة في اخر المسج بوكس بيديني هنا ايه، بيديني الستايل. الستايل يعني على سبيل المثال في بي ابورت ريتري اجنور، هيظهر لك ثلاث زراير، واحد اسمه ابورت، واحد اسمه ريتري، واحد اسمه اجنور. ابورت يعني اقطع او انهي، ريتري اعد المحاولة، اجنور يعني تجاهل. طيب ممكن يديني شكل رسالة تحذيرية، ممكن يديني زرار واحد، ممكن يديني علامة تعجب، ممكن يديني مربع كأنه معلومة، ممكن يديني حاجات كتيرة جدا. أنا مثلا هستخدم في بي يس نو، هستخدم النمط في بي يس أو نو، بضغط تاب كده اداني إيه في بي يس نو، وبعمل كومة كمان تانية. لاحظ إن هنا في كومة بين كل مقطع في التركيبة، في كومة، فأنا بضغط كومة بيديني التايتل يعني عنوان الرسالة هيكون ايه، هحط دبل كوتيشن علشان اضيف نص، لان احنا عارفين النصوص لازم يكون ايه دبل كوتيشن او علامتين تنصيص. هقول له مثلا الرسالة وليكن ايه سوفت،
بهذا الشكل. تمام. طبعا انت ممكن تضيف حاجات تانية زي الهيلب فايل وزي الكونتكست وزي الكونتكست اس في بي مسج بوكس ريزلت وهكذا. طبعا انا ايه هكتفي بالكلام ده. طبعا هنا اداني ايه، اداني ايرور. ليه؟ لانه قال لك انا كنت متوقع منك انك تقفل القوس، انت فتحت القوس كنت متوقع منك انك تقفله، فانا هقفل له القوس وكده الرساله بتاعتي صحيحه ما فيهاش ادنى مشكله. بس لو دوست اف 5 ايه اللي هيحصل؟ قال لي برايس از 16 واداني يس اور نو. لو قلت له يس ما عملش حاجه، لو قلت له نو ما عملش حاجه. ليه ما عملش حاجه؟ لانه ما فيش منطق. طب المنطق هتضيفه ازاي؟ انا عايز اقول له لو دوست يس اعمل كذا، لو دوست نو اعمل كذا. طيب ازاي اضيف المنطق؟ عن طريق داله اف او عن طريق داله سيلكت كيس. تعال نجرب داله اف. طبعا انت ممكن تقول له ايه؟ تقول له اف، تمام، اف اس تي ار ريسبونس وتكمل، وفي الاخر هنا تقول له ايه بتساوي في بي يس. يعني لو الكلام ده بيساوي في بي يس زين. دي طريقه. الطريقه الثانيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك كده، هقول له هنا اف str response بتساوي vb yes then. لو دي هتساوي yes هتظهر لي مسج بوكس هتقول لي مثلا done. طيب لو ما كانتش yes هقول له else. طبعا انا ممكن اقول له ايه end f على طول كده، انا استخدمت مقطع واحد اللي هو الفي بي اس. لو ضغطت اف 5 اول ما اقول له يس، طبعا هنا قال لي ايه؟ قال لي مس ماتش. ليه مس ماتش؟ هنا في خطا اكيد في ممكن في اسم الداله اس تي ار ريسبونس. تمام. نشوف الخطأ ده سببه ايه. انا هنا عاملها ايه بتساوي يس، معلش لازم نشيل دي طبعا ونجرب مرة تانية. اف 5 لو قلت له يس راح قال لي دن. لما قلت له يس راح قال لي ايه؟ قال لي دن. طيب لو انا عايز اضيف نو هقول له هنا إلس. معروفة إلس معناها ايه؟ لو لم، او يعني هنا اف بقول له لو وإلس لم، يعني لو لم تكن يس اكيد هتكون مين؟ هتكون نو. فانت لو عايز تضيف زياده تاكيد ممكن ناخد دي زي ما هي، هقول له else وهضيف منطق اف تاني. بس ممكن اختصر الوقت على نفسي واقول له على طول مسج بوكس ايرور اند اف. تعال نجرب كده، ادي اف 5 قلت له يس راح قال لي دن. طيب اف 5 قلت له نو راح قال لي ايرور. طيب لو في عندي اكتر من زرار، يعني هنا في بي يس ونو صح؟ لو انا عملت كوما قلت له لا ده انا عندي ابورت وريتراي واجنور، او عندي مثلا في بي يس ونو كانسل، ثلاث زراير مش زرار واحد. فانا عندي ضن ده لو كانت في بي يس، طب انا عايز اقول له لو نو كذا ولو كانسل كذا. فهاخد دي نسخ كنترول سي وهاجي هنا هضيف منطق اف تاني وممكن اخدها كلها. كنترول سي هقول له إلس اف لو بتساوي في بي نو هتقول له ايرور. طيب إلس كنترول في لو بتساوي في بي كانسل هتديني ايه؟ هتقول لي مثلا مسج بوكس اوردر كانسلد او هاز بين كانسلد. بهذا الشكل. بس في حاجة مهمة جدا، انت ضفت كام اف؟ ادي واحدة اتنين تلاتة، يبقى لازم في الاخر تحط تلاتة اند اف اند اف اند اف. طبعا المسافات اللي فاضلة دي مش مهمة يعني عادية خالص. هنا شوف قال لي يس ونو كانسل، لو قلت له يس قال لي دن. طيب اف خمسة لو قلت له نو قال لي ايرور. طب اف خمسة لو قلت له كانسل راح قال لي اوردر هاز بين كانسل.
ده كده انا ضفت الثلاث متغيرات للرساله بتاعتي، وضفت المنطق اف والالس والكلام ده كله. طبعا انت ممكن تستخدم سيلكت كيس، يعني اقول له مثلا سيلكت اس تي ار ريسبونس، STR response. هنشوف هنا الخطأ، أكيد في خطأ معين. متوقع طبعا الكيس، فهقوله هنا كيس str response بتساوي vb yes طيب لحظات نشوف المشكلة دي. انا نسيت اضيف كلمة كيس هنا، select case str response. الكيس الاولى لو ال str response بتساوي vb yes هتعمل ايه؟ هتقول له المسج بوكس دون. طيب الكيس الثانية لو ال STR response هتساوي VB no هتقول له مسج بوكس ايرور. طيب الكيس الثالثة لو ال STR response بتساوي VB cancel، اهو لو بتساوي VB cancel هتقول له مسج بوكس اوردر هاز بين canceled. طبعا انا مضطر لازم انهي ايه، اخلي الاف دي كلها كومنت تعليق، وبعد كده هنا بقول له ايه اند سيلكت. زي ما انا بنهي الاف لازم انهي مين، لازم انهي السيلكت. طب تعالى نجرب نشوف ايه النتيجه بتاعتي. اف 5 قلت له يس، قال لي ايه؟ قال لي ايرور. لا يبقى هنا في مشكله. طب لو قلت له نو قال لي دون، وهنا قال لي ضن. لا هنا اكيد في مشكلة. طب احنا لو شلنا دي ال STR response بتساوي وضغطنا F5 مفيش اي استجابة. طيب نجرب مرة تانية. نقل ايرور. ايوه صحيح، انا بس انا ضغطت يس. طبعا ما تنفعش. ونقل ضن ونقل ضن. طب نشوف المشكلة دي برضو. تمام، هنقول select case والاستر response. تمام، ناخدها نسخ زي ما هي كده نحطها هنا. بعد كده مش هنقول له بقى الاستر ريسبونس بتساوي، هنقول له في حالة إذا كانت في بي يس هتقول لي كذا، في حالة في بي نو هتقول لي كذا، في حالة في بي كنسل هتقول لي إيه؟ هتقول لي كذا. هقول له اف 5 يس قال لي ضن صح، نو قال لي ايرور صح، كنسل قال لي كنسل. وبكده يكون انتهينا من حلقة إظهار الرسائل عن طريق استخدام المتغيرات ودمج المتغيرات واستخدام دالة اف ودالة سيلكت كيس. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.